ينضم إلينا هاتفيا من بوخارست السفير صلاح عبد الصادق السفير المصري لدى رومانيا. سعادة السفير، بعد التحية، أبرز المحطات التي توقف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبرز ما قام به خلال جولته اليوم والمنتظر خلال الأيام القادمة أو خلال غدا بإذن الله. أهلا وسهلا أهلا بك سعادة السفير. يعني وصل السيد الرئيس النهارده صباح اليوم إلى رومانيا، وكان يعني بانتظاره برنامج حافل من الفعاليات، حيث توجه مباشرة إلى القصر الرئاسي الروماني، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي باستعراض حرس الشرف والوفود والوفدين الرسميين المشاركين، ثم جرت جلسة مفاوضات ثنائية بين الرئيسين، أعقبها جلسة موسعة للوفدين لكل من الوفد المصري والوفد الروماني. في خلال هذه الجلسات كلها تم تداول العلاقات الثنائيه وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليميه والدوليه بشكل موسع ومكثف. يعني ثم اعقبها توجه السيد الرئيس في فعاليه مراسميه، وهي وضع سليل الزهور على قبر جندي المجهول. أعقبها يعني زي ما حضرتك ذكرت في التقرير، التوجه لجامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، حيث حصل سيادته على درجة الدكتوراه الفخرية، والتي أشاد خلالها مجلس أمناء الجامعة بالإنجازات التي حققها السيد الرئيس في المجالات الدولية والإقليمية والمحلية، والتي لفتت أنظار أعضاء مجلس الأمناء، فتم اختياره كأول رئيس عربي وشرق أوسط يتم منحه هذه الدرجة الرفيعة، درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرا لهذه الجهود. فكان يوم حافل، واختتم اليوم بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الروماني للسيد الرئيس مع الوفد المصري وبكبار شخصيات الدولة الرومانية التي حضرت في هذه المأدبة. فهو كما ترى يوم حافل، يعقبه غدا لقاءين للسيد الرئيس مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ. يسافر بعدها، يتوجه السيد الرئيس بسلامة الله بعدها إن شاء الله عائدا الى ارض الوطن باذن الله. هو برنامج رغم قصر مده البرنامج، الا انه حافل بعديد من الفعاليات التي من شانها، لا شك من شانها، دعم العلاقات المصريه الرومانيه، وخاصه ان هذه اول زياره لرئيس مصري الى رومانيا منذ 15 عاما، واول زياره لرئيس عربي منذ 10 سنوات. كل هذا يضفي اهميه وثقل لهذه الزياره بكافه معاييرها وبخافة مفرداتها، لدعم علاقات هي من الأصل علاقات تاريخية وثيقة متنوعة، قد يشوبها بعض الخطوط في بعض الأحيان لما تمر به أي من الدولتين أو المنطقة أو ما شابه، لكن هي علاقات مبنية على أسس متينة، وقد كان قرار الرئيسين إحيائها بهذا الشكل الذي ورد في تقريركم وكما تبعتموه جميعا. طيب سعادة السفير، ملف الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية كان من ضمن الملفات الحاضرة بقوة في مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الروماني. الجانب الروماني كيف يرى وكيف يعتقد الرؤية، يعتقد في الرؤية المصرية، خاصة بأن التجربة المصرية تحديدا في مكافحة الإرهاب وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية تلاقي قبول واستحسان وإشادة من كافة أطياف المجتمع الدولي؟ يعني كما ذكرت، هذين الملفين لهم أهمية خاصة وبالنسبة لأوروبا نفسها. وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها، ما زالت رومانيا هي رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يونيو. صحيح. فلذلك استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية سواء لمكافحة الإرهاب أو للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحا أن لم يخرج من مصر سفينة واحدة أو موكب واحد منذ سبتمبر 2016. صحيح. يوضح هذا الجهود المصرية الحثيثة لوقف هذه الظاهرة. أما الإرهاب فالعالم كله يشهد، وحتى رومانيا في كلمات الرئيس الروماني والمسؤولين الرومانيين يشهدوا
بدور مصر في مكافحة الإرهاب والذي يعتبر خط دفاع أول بالنسبة لهم لأوروبا، فإن إذا تمكن الإرهاب من منطقة فسيصدر نفسه بالتبعية إلى مناطق أخرى، وأوروبا ليست ببعيد، بل هي بالفعل شهدت حوادث إرهابية في عدد من العواصم الكبرى الأوروبية، سواء كان في ألمانيا، في أسبانيا، في فرنسا، في بلجيكا. فهم يعلمون تماما أن ترك الإرهاب وعدم مواجهته وعدم تناول هذه القضية ومسبباتها وعلاجها والحد منها سيصد أو في النهاية سيصل إلى عقر رضاز الدول الأوروبية. طيب. ولذلك كان الاهتمام بالغا من الجانب الأوروبي بسماع وجهة نظر السيد الرئيس وشرحه لكيفية مواجهة مصر للإرهاب وأهمية تضامن القوى كلها للتخلص. يبدو أن الاتصال انقطع مع السفير صلاح عبد الصادق السفير المصري لدى رومانيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.